أسماء بيوتي ترد على هجوم الفنانة فاطمة والشاي. نشرت أسماء بيوتي فيديو على صفحتها الشخصية بمواقع التواصل الاجتماعي ترد فيه على مهاجمة الفنانة فاطمة والشاي لها عقب ظهورها فوق العمارية رفقة ابنتيها. وأوضحت أسماء بيوتي أن الحفل الذي أقامته كان عبارة عن احتفال بعيد ميلاد ابنتيها، وأنها قررت الاحتفال بطريقتها الخاصة. وقالت في الفيديو: ما كيلاش طلعي وتدوي على موضوع تافه، أنا بنتي باقي صغيرة ما بلغاتش، ونهار تبلغ ندير ليها حفلة وأكبر قاعة، فين هو المشكل؟ عادي جدا. والجدير بالذكر أنه سبق للفنانة فاطمة والشاي أن هاجمت خلال الأيام القليلة الماضية أسماء بيوتي وقالت: بغيت نفهم أنا هاد الهستيريا، هاد الجنون، هاد الحماق ديال العمارية، رحموا بنات الشعب. اشترك الآن في قناة أشواق تي في وفعل الجرس ليصلك كل جديد، وشارك الفيديو على مواقع التواصل الاجتماعي. أشواق تي في، جريدة إلكترونية وطنية شاملة ومستقلة.